برعاية الهيئة السورية للإعلام، تنطلق اليوم حملة حقوق الإنسان السوري التي تتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف هذا اليوم. ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة ذات أهمية كبرى في تاريخ الإنسانية لما تضمنه من حقوق شملت الحق في الحياة والحرية والكرامة والتعليم. إلا أن الواقع السوري يبدو أنه قد خرج من بوتقة هذه الحقوق ليشكل مشهدا مأساويا نسف معه تقديس العالم واحتفاله بهذا اليوم بعد أن ضاعت هذه الحقوق على أرض ما زالت تشكل جزءا من المعمورة. الحملة التي أطلقتها الهيئة السورية للإعلام تهدف إلى لفت أنظار العالم إلى مأساة السوريين من خلال نشاطات متنوعة يكون مسرحها مواقع التواصل الاجتماعي، علها تشكل صدى لأصوات أو لأصوات من خلقتهم آهات الحصار. الغوطة، يوميات موت، عنوان يختزل المأساة السورية في أحد أكثر المناطق سخونة في البلاد. هذا العنوان شكل الأساس لحملة أطلقها ناشطون لتسليط الضوء على انتهاكات قوات الأسد بحق السوريين، تزامنا مع حملات مشابهة أطلقتها الهيئة السورية للإعلام بعنوان حقوق الإنسان السوري، وذلك للتذكير بالحصار الخانق الذي تفرضه وقوات النظام والميليشيات الموالية له على أكثر من مليون مدني في المناطق الغوطتين ومنذ ما يقارب من العامين. الحملة تهدف إلى لفت أنظار العالم إلى المعاناة التي يعيشها السكان في هذه المناطق، علها تشكل ورقة ضغط تجبر النظام على فتح ممرات إنسانية آمنة إلى المناطق المحاصرة. ومن المزمع أن تبدأ حملة حقوق الإنسان السوري اليوم الأربعاء من خلال عاصفة من التغريدات على موقع تويتر، على أن تستمر لمدة 3 أيام للمطالبة برفع الحصار على المناطق المحاصرة وإعادة حقوق المدنيين التي اغتصبها النظام كما قال القائمون على الحملة. كذلك نظم القائمون على الحملة مجموعة من التغريدات باللغتين العربية والإنجليزية للتسهيل على المغردين إطلاق تغريداتهم لتكون الصوت الناطق بلسان المحاصرين. وقال مدير الهيئة السورية للإعلام الدكتور إبراهيم الجباوي أن حملة حقوق الإنسان السوري ستركز على انتهاكات قوات الأسد بحق الإنسان السوري من خلال القصف الممنهج والحصار والتعذيب والاعتقالات العشوائية. وأضاف الجباوي أن الحملة ستتطرق أيضا إلى نهج الجيش السوري الحر والتزامه بالمبادئ العامة لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان من خلال عدد كبير من الفيديوهات والتقارير الصحفية والتحقيقات الخاصة بحقوق الإنسان السوري. تأتي هذه الحملات تزامنا مع أحياء العالم ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، علها تشكل صدى لأصوات من عصفت بهم مأساة وصفت بالأفظع في العصر الحديث. ينضم إلينا الحديث عن هذا الموضوع مدير الهيئة السورية للإعلام الدكتور إبراهيم الجباوي من الأردن، كذلك تنضم إلينا الصحفية وأحد منظمي حملة الغوطة السجن الكبير سوزان أحمد. أهلا بكما معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. نبدأ معك سوزان، أهلا بك معنا. يعني العالم اليوم يحيي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما تعليقكم على ذلك تزامنا مع المأساة التي يعيشها الشعب السوري؟ بكم مساء الخير لكم جميعا. بالحقيقة في حين يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما يزال قرابة المليون نسمة من المدنيين السوريين المحاصرين سواء في الغوطة الشرقية أو في دارية أو حتى في جنوب دمشق وجوبر، كل هذه المناطق تحوي مدنيين سوريين لا ذنب لهم إلا أنهم طالبوا بحريتهم. أين العالم من حقوق هؤلاء المدنيين؟ ألا يستحقون العيش بكرامة مثلهم مثل باقي الناس حول العالم؟ ألا يستحقون أبسط حقوقهم ألا وهو العيش بأمان، تناول الطعام، الحصول على التعليم؟ أين العالم الذي يتنطع لتحمل المسؤولية والمناداة بحقوق الإنسان والدفاع عنها من هؤلاء المدنيين الذين يقبعون تحت القصف اليومي والذين يعانون من مختلف أنواع القصف ويواجهون الموت والتشرد والبرد وحتى الجوع؟ طيب سوزان، يعني نظمتم حملة أطلق عليها الغوطة يوميات موت، لو أردنا أن نعرف أكثر عن تفاصيل هذه الحملة وما النشاطات التي سترافقها؟
جاءت هذه الحملة في مواكبة لليوم العالمي لحقوق الإنسان لتذكير العالم بهؤلاء المدنيين والمطالبة قانونيا وحقوقيا برفع الحصار وفتح ممرات إنسانية لتأمين أبسط مقومات الحياة وأبسط الحقوق الإنسانية لهؤلاء المدنيين. الحملة هي جاءت على أكثر من صعيد، صعيد قانوني وصعيد إعلامي وفعاليات وأنشطة على الأرض. انطلقت الحملة اليوم بفعاليات اعتصامات في الغوطة الشرقية، وكانت هناك وقفة تضامنية أيضا في جنوب دمشق، حيث وجهوا رسالة من أطفال جنوب دمشق المحاصر إلى أطفال الغوطة الشرقية المحاصر أيضا. تم تسليم رسالة للمسؤول عن حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي باليد، كما تم تعليق رسومات الأطفال السوريين وأطفال الغوطة التي تم الحصول عليها من أطفال بعض مدارس أطفال الغوطة، وتم إرسالها إلى هناك، تم تعليقها على جدران الاتحاد الأوروبي بأحد الاجتماعات. لدينا الآن على الساعة 9 بتوقيت دمشق حملة تغريدات على تويتر أيضا. هناك فريق من الناشطين الأجانب الذي سيشارك بهذه الحملة، أغلب التغريدات ستكون باللغة الإنجليزية، ومعنا تغريدات بالفرنسية والإسبانية والإيطالية إضافة إلى اللغة العربية. لدينا أيضا مجموعة من الفعاليات التي ستواكب هذه الحملة، مثل الاعتصام الكبير الذي سيقام بلندن، ويتم تحييد اعتصام باسطنبول أيضا، ولكن إلى الآن لم يتم التأكد من كافة تفاصيل الاعتصام باسطنبول بعد. نعم، ابقي معنا سوزان. ننتقل إلى السيد إبراهيم ونرحب بك من جديد معنا، وأطرح عليك نفس السؤال. يعني اليوم يصادف ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونحن نشهد واقع مأساوي يعيشه الشعب السوري في الداخل، ما تعليقك على ذلك سيد إبراهيم؟ مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين. أهلا بك. نحن في الإعلام أطلقنا حملة مواكبة لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأسميناها اليوم العالمي لحقوق الإنسان السوري، ووجهنا من خلال هذه الحملة رسائل ودعوات للمشاركة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والمنظمات الأهلية وكل الفعاليات، وحتى الإعلامية والعسكرية بما فيها الجيش الحر، لإبراز موقف الجيش الحر تجاه حقوق الإنسان التي تنتهك يوميا على يد النظام السوري. ومن أبرز الانتهاكات القتل المتزايد والمتعمد والممنهج، والتدمير الممنهج أيضا، والتشريد والحصار وقطع المؤن والإغاثة وأبسط مقومات الحياة منعها عن الإنسان السوري، إضافة إلى سكوت العالم أمام كل هذا الذي يقترفه النظام السوري بحق الإنسان السوري. نعم، طيب سيادة العميد، يعني ما هي أبرز الفعاليات والأنشطة التي تنوون القيام بها ضمن هذه الحملة، وإلى متى ستستمر فعاليات هذه الحملة؟ بدأت الحملة منذ صباح اليوم وتستمر اليوم وغدا وبعد غد 3 أيام. تتناول هذه الحملة عدة محاور، محور حقوقي ومحور عسكري ومحور إنساني محض. نبرز من خلالها نشاطات الجيش الحر في مجال حقوق الإنسان، وتعهدات القادة في المنطقة الجنوبية على أن يحترموا حقوق الإنسان في كل المجالات وفي كل الأعمال التي يقومون بها. وكذلك هناك مطالبات على الأرض من قبل فعاليات محلية لتبيان الحاجة إلى تسديد أو إلى تأمين حقوق الإنسان السوري، بما في ذلك حق التعليم، حق الحياة، حق الأمان، حق العيش بكل جدارة. إلى جانب ذلك هناك مشاركات مع بعض المنظمات والجهات الحقوقية والمنظمات ومنظمات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. نعم سيادة العميد، ما هي أهم الأهداف يعني التي ترغبون في الوصول إليها من خلال القيام بهذه الحملة وفعاليات هذه الحملة، وهل يعني سنجد ربما في الأيام المقبلة استجابة لهذه الأهداف؟ يعني مع مساء هذا اليوم كانت الاستجابة جيدة جدا، ونحن راضون عن هذه الاستجابة من قبل كافة الفعاليات التي دعوناها إلى المشاركة. الأهداف التي ننوي
نطمح إلى تحقيقها من وراء هذه الحملة هما هي هدفين لا أكثر. الهدف الأول هو تحريك المجتمع الدولي وليس الحكومات الدولية، المجتمع الدولي والعربي بشكل أخص على التضامن مع الإنسان السوري لمحاولة تأمين حقوقه المغتصب في الحياة، في العيش، في المواطنة، في المواطنة. هدف تبيان دور الجيش الحر في تأمين تلك الحقوق المشروعة التي فرضتها الشرعات السماوية والشرعات الأمم المتحدة والشرعات الوطنية. نعم. طيب سيادة العميد إبراهيم، يعني ربما هذه الحملة مثل الحملات السابقة التي كان موقع التواصل الاجتماعي هو المسرح الأساسي لها والقاعدة الأساسية التي ستنطلق منها، لكن بالمقابل هناك تجاوب دولي يجب أن يكون موجودا، يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار رد فعل المجتمع الدولي. هل تتوقعون أن يكون هناك ردود فعل من المجتمع الدولي إزاء هذه الحملة، أم أنها ستكون مجرد منشورات سوف تنشر وصور سوف تتحدث عن الواقع السوري في مثل هذه الأيام؟ التي أنتجناها والبروموهات والصور والمقالات والتعابير وحتى الأخبار القصيرة، يعني نطمح إلى أن ندردر مشاعر المجتمع الإنساني في كافة العالم بالتضامن مع الإنسان السوري، ونأمل أنه في نهاية هذه الحملة قد حققنا يعني نسبة لا بأس بها من الأهداف من الهدفين من نسب الأهداف أو الهدفين التي لدينا نطمح إلى تحقيقهما في هذا المجال. حتى مساء اليوم كان هناك أكثر من 50 وسيلة إعلامية شاركتنا هذه الحملة، من ضمنها ها أنتم تشاركوننا، وأورينت شاركتنا، والعربية شاركتنا، والجزيرة شاركتنا، على وعن الإذاعات الـ سيادة العميد، أنتم ذكرتم أنه ضمن هذه الحملة سيكون هناك فيديوهات توثق جرائم النظام بحق الشعب السوري، هل يمكن استخدام هذه الفيديوهات كأداة لنقل صورة الجرائم التي يرتكبها النظام إلى المجتمع الدولي وإلى العالم؟ طبعا هي قد وثقت نعم سيادة العميد، هل تسمعنا بوضوح؟ ونحن نعم تفضل. نعم. نحن منذ الصباح زودنا المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية التي دعوناها للمشاركة معنا، زودناها بتلك الفيديوهات والبروموهات التي تظهر للعالم حجم الانتهاكات التي يقترفها النظام السوري بحق الشعب والإنسان السوري. يعني هل يمكن استخدام هذه الفيديوهات كأداة لتحويل نظام الأسد إلى المحاكم الدولية ربما؟ طبعا هي هذه الفيديوهات هي عبارة عن جزء يسير في المجموع ما هو موثق ضد النظام السوري، وهي يعني من 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 الوثائق الهامة التي يمكن أن تؤخذ على النظام السوري في انتهاكه لحقوق الإنسان. بالطبع سوف تكون هذه وثائق رسمية بين أيدي المنظمات الحقوقية. نعم، ابقى معنا سيادة العميد. أنتقل إليك سوزان، يعني هل لمستم أنتم في هذه الحملة سواء كان في هذه الحملة أو في حملات التي أطلقتموها في الغوطة الشرقية، هل لمستم أي تفاعل من قبل النشطاء أو المنظمات الأهلية والدولية؟ في الواقع دائما من خلال هذه الحملات التي يكون تنظيمها إنسان ونشاط لنقل إعلامي أو حقوقي يكون هناك تفاعل جيد جدا من قبل العديد سواء من الناشطين أو المنظمات المجتمع المدني أو حتى من الأشخاص العاديين. بالنسبة لنا لحملة الغوطة يوميات موت السجن الكبير، هناك تفاعل من عدد كبير من الأشخاص السوريين على مختلف فرقة سوريا في الداخل والخارج، تم تسجيل عدد من فيديوهات التضامن والمطالبة برفع الحصار وفتح الممرات والمعابر الإنسانية للمناطق المحاصرة، وبالتالي الموضوع هو إنساني وحقوقي. الموضوع أكبر من الأمور السياسية وأمور المعارضة. أي إنسان عادي يرى حجم المأساة
سيتأثر للواقع وسيتأثر بما يحدث، وتلقائيا سيطالب بمساعدة هؤلاء المدنيين الذين ليس لهم ذنب أبدا، إلا أنهم طالبوا بحقوقهم في العيش الكريم، وما كان من النظام إلا قصفهم ليلا نهارا وحصارهم لمدة أكثر من سنة الآن، وتمويتهم جوعا، أطفالهم يموتون جوعا. طيب سوزان، هذه الحملة هل اقتصرت فقط على الغوطة الشرقية والغوطة الغربية أم أن هناك مناطق أخرى امتدت لها؟ الحملة الغوطة يوميات موت السجن الكبير هي تشمل بالواقع الغوطة الشرقية بكافة بلداتها المحاصرة، الغوطة الغربية رسميا دارية كون دارية أكثر المدن التي تعرضت للحصار من قسم الغوطة الغربية، ولم يكن فيها أي نوع من أنواع الهدن أو الاتفاقات والتسويات مع النظام. لدينا أيضا المنطقة الجنوبية التي تحوي عدد كبير من البلدات الخاضعة للحصار خارج إطار التسويات، لأنه يعني نعلم أن هناك بعض البلدات التي قامت بالتسويات مع النظام، ولكن العديد من البلدات رفضت القيام بالتسوية وهي ما تزال محاصرة. وجوبر التي تخضع لعملية عسكرية عنيفة منذ عدة أشهر ورفضت أي نوع من أنواع الهدن أو التسوية وما تزال قابعة تحت الحصار، وهناك عدد من المدنيين ما يزالون في دارية. الحملة تشمل هذه المناطق القابعة في محيط دمشق وريف دمشق للمطالبة بحقوق هؤلاء المدنيين على حد السواء. نعم، طيب يعني لو تصفين لنا سوزان الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأهالي هناك في هذه المناطق. ببساطة الأهالي هناك محرومون من أبسط حقوق الحياة، محرومون حتى من لقمة العيش. حدث الأسبوع الماضي في أحد مدارس الغوطة الشرقية، حيث كان بعض المنظمات والمؤسسات الإغاثية تحاول تقديم وجبات طعام للأطفال بعد أن انتشرت ظاهرة أن بعض الأطفال يدوخون أثناء الدوام المدرسي، وذلك بسبب عدم تناولهم الغذاء الكافي. فبدأوا بعدة فعاليات مثل تقديم الطعام أو وجبة غذائية على الأقل لهؤلاء الأطفال. حدث من أحد الأطفال بأنه قام بشرب العصير المقدم له، ولكنه خبأ شطيرة الطعام. هذه الطفلة التي خبأت الشطيرة التي قدمت لها، عندما سألتها المدرسة لماذا خبأتها، لماذا تأكليها مثل زملائك، فأجابتها أخبئها لأخي في المنزل. فيمكنك أن تري حجم هذه الإنسانية، حجم براءة الطفولة، بالرغم من عظم المعاناة، بالرغم من كل ما يعانونه وكل الحرمان الذي يعيشون به، ما زالوا يشعرون ببعض، ما زالوا يؤثرون على أنفسهم. كيف لك أن تنظري إلى هذه الطفلة بعدما قامت به وأنت تعلمين بأنها جائعة وأنها بحاجة لتناول الطعام؟ ربما هذه القصة التي ذكرتها يعني تعكس لنا حجم المعاناة. أنتقل إليك بسؤال أخير سيادة العميد، يعني ربما الثوار والمجموعات على الأرض تشكل دورا هاما خاصة في مثل هذا اليوم. هناك دور كبير يجب أن تعكسه هذه المجموعات، صورة إيجابية كبيرة يجب أن تعكسها للمجتمع الدولي حتى يثق بهذه المجموعات. الآن ما هو الدور الذي يقع على عاتق الثوار على الأرض، خاصة مع ظهور بعض الجماعات المتطرفة التي عكست صورة سلبية؟ طبعا يعني نحن الفيديوهات اللي وزعناها اليوم والبروموهات أظهرت بالدليل القاطع بتسجيل جديد كافة هذه سيادة العميد. نعم لا أسمعك بوضوح، يعني لو تفضلت وأعدت لنا ما قلته. نعم، نحن بالجبهة الجنوبية، يعني نحن نقاطب الإنسان السوري بشكل عام ونأخذ الجبهة الجنوبية نموذجا، والحملة أطلقت على الإنسان السوري عموما في كل الأراضي السورية والمنطقة الجنوبية نموذجا. لذلك نحن البروموهات والفيديوهات التي أطلقناها اليوم كانت توضح بالدليل بتعهد وتسجيل جديد من قبل قادة فصائل الجبهة الجنوبية بأنهم سيحافظون على حقوق الإنسان السوري أينما وجد ومن أي عنف كان، لا سيما عنف بشار الأسد. وبالتالي هم تعهدوا بحماية الحقوق المدنية، الحقوق التعليمية، الحقوق الأمنية، الحقوق الغذائية، الحقوق المعيشية اليومية الحياتية التي تندرج تحت سياق العيش الاجتماعي. وصلت الفكرة. نعم، شكرا جزيلا لك مدير الهيئة السورية للإعلام الدكتور إبراهيم الجباوي، كنت معنا من الأردن. كذلك نشكر سوزان أحمد الصحفية وأحد منظمي حملة الغوطة السجن الكبير. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.